انا جيت يا جماعه. السلام عليكم متابعين الاعزاء، انا ساره سيد. لاول مره تشوفيني والنهارده هتكلم عن اوردرين اشتريتهم من شي ان، قلت افتحهم معاكم. وفي فستان اشتريته كنت متحمسه ليه قوي وعجب ناس كتير ومعجبش ناس كتير، فشوفي انت مين فيهم واكتبي لي في التعليق. يلا بينا. اول قطعه معايا وهو الهاي كول او هاي نيك، ده انا بحبهم قوي بس انا كنت شاريه لغرض معين هوريه لكم دلوقتي. بصوا، اولا رقبته طويله وحلوه قوي وطري طري على الجسم ومش بيشف ومضلع كده، يعني هو مخطط بس هو قماشته مضلعه تمام. وانا بقى اشتريته علشان كنت لبست عليه ده، يعني انا خرجت بيه فعلا ولبست فوقيه ده برده تيشيرت من شي ان اوفر سايز، انا جايبه كده كده اكبر مقاس عشان انا بحب الحاجات التول تبقى واسعه. ولبست ده تحت ده، يعني لبست التول فوق الهيكول ودخلت الهيكول في البنطلون، كان شكله حلو قوي. فدي برده فكره حلوه قوي للجامعه، وحاجه يعني مش منتشره قوي ان انت تلبسي حاجه طول وتحتيها مثلا قميص، او تلبسي عليها تحتيها مثلا بيزك مخطط او مشجر او اي حاجه، فبتبقى برده شكلها حلو قوي للمحجبات تمام. وممكن تلبسيها على جيبه برده، يعني الستايل ده ينفع ده او ده، بس انا لبستها على بنطلون. تاني قطعه معايا برده هاي نيك، عشان انا يعني بصوا هو يعتبر كل الحاجات البيزك اللي هي نيك دي هتلاقيها عندي، يعني انا بقعد كل شهر او كل شهرين بقعد انقي القطع دي، لان انا دي حاجه اساسيه في لبسي، يعني ده حاجات اساسيات في الدولاب في لبسي. بس ده بقى عجبني قوي، هو قماشته حلو قوي، تحس ان هو جاي على قماشه الميو شويه كده ومش شافف، والكم بتاعه اهو انا بقى جايباه عشان حركه الكم ده، بس اكتشفت في الاخر ان هو اصلا قماشته حلوه، يعني هو قماشته اصلا حلوه تمام. بس انا لسه ما لبستش ده، بس انا لو لبسته هلبس مثلا عليه جاكيت كروشيه هاند ميد، علشان انا ما بخرجش بالهاي كل لوحده كده، يعني لازم البس فوقي حاجه علشان يعني بحاول احترم حجابي. بعد كده اشتريت الهاي نيك ده برضو، انا عارفه انت هتزوص ده اخر واحد هنا. انا لبست ده وصورته في فيديو وعجب الناس جامد، يعني بصوا هو من هنا في فتحه كده للصباع، بس بصراحه الفتحه دي ضايقتني، يعني انا مش متعوده ان انا حسيت ان ايديا يعني ايه ماسكه ايدي كده، وحسيت ان انا من كتر حركت ان انا ممكن يعني ان انا اقطع يعني افتح الخرم ده اكتر، فكنت بقلعه بصراحه فاهمين. وعاجبني بقى ستايله، اولا هو قماشته حلوه قوي، بس هو حاجات شي ان اللي لونها ابيض بتبقى شفه، يعني لازم تلبسي تحتيها ابيض تاني، فانا بلبس اتنين تحت بعض، بس في الشتاء كده كده او في الخريف فكده كده احنا يعني مش فارق. بص بقى الرقبه بتاعتها قد ايه، بص بص يعني دي احلى حاجه والله، وقماشته اهي شايفين بقى الرسمه اللي هي عند البطن دي، انا بقى شارياها شاريه البودي عشان الرسمه دي ليه، علشان يعني تغطي اي كرش يعني فاهمين، ده بتغطي اي عيوب، يعني هاتوا الحاجات اللي تغطي عيوب جسمكم. وايديه طويله وانا بحب طبعا الحاجه اللي تكون ايديها طويله، يعني لازم يكون الهاي كول او اي بيزك لازم يكون ايديه طويله، يعني انا ما بحبش اجيب حاجه تبقى ايديها قصيره، يعني بحس ان هي شكلها بيبقى مش محترم، فده برضو عجبني قوي وقماشته طريه وحلو. ده ايه؟ تعالى بقى نتفرج على الحاجه اللي مش عايزه اقول لكم، ده انا طلبته طبعا، هو دلوقتي طالع موضه وطالع ترند اللي هو تلبسي كروسيه تمام، بس انا حسيت ان الكروسيه مش هيليق على لبسي، يعني حاسه ان انا هبقى شكلي مش انا، فانا كنت عندي فساتين كتير عايزه البس لها حاجه ان هي تغير شكل الفستان، عشان الفستان شكله يعني مش عملي قوي، فانا اشتريت ده، هو يعني ستايل الكروسيه بس هو جلي، يعني هو شكل الجلي تمام. انا كنت طالباه الشهر اللي فات وكان خلص على الموقع فما عرضتهوش، بس هو دلوقتي رجع تاني فانا عرضته لكم علشان اللي عرضه يبقى موجود على السايت عادي، فهو دلوقتي موجود تمام، يعني الاول ما كانش موجود وما عرضتهوش، وبعد كده دلوقتي بقى موجود تاني. وفي منه ستايل تاني اللي هو بيبقى الرباط ده في الجناب، نفس الستايل ونفس القماشه وكل حاجه، بس الستايل الرباط بيبقى في الجناب وبيبقى مقفول من هنا، مش بيبقى مفتوح بالياقه كده ماشي. بس انا طبعا جبت الرباط اللي من قدام عشان يبان، لو انت عايزه تجيبي اللي بالرباط من الجنب وتمشي بالجنب كده عادي عشان تبينيه تمام. نيجي بقى على اهم حاجه في الفيديو النهارده، وهو الفستان اللي انا كنت متحمسه ليه وعملت له كذا تنسيق على الفيسبوك، وفي ناس عجبهم قوي وفي ناس ما عجبهمش خالص، ويعني مش عايزه اقول لكم كميه الهجوم اللي جت من ناس
اللي هو انت ازاي تجيبي حاجه مش للمحجبات والكلام ده في منه للمحجبات وكده. بس تعالوا نتكلم على الموضوع ده وهقول لكم وجهه نظري، لان انا هفهمكم بقى هنا وجهه نظري. اولا الفستان اهو ومشته حلوه قوي، ورسمه الصدر دي اهي ساده خالص وبنص كم وباستك من هنا، وبرباط برباط من هنا، وده حاجه برضو عجبتني فيها عشان بحب البس الحاجات اللي برباط باين في الجيلي اللي كان قبليه. وهو طويل، هو مش قصير، هو جاي على كعب رجلي، مش قصير خالص، وجاي عند الوسط كده بالظبط مظبوط تمام. كان في منه بكم للمحجبات فعلا، يعني كان في نفس الستايل ده للمحجبات فعلا. اولا في فرق سعر رهيب، يعني انا بتكلم بامانه في فرق سعر رهيب، يعني اكتر من نص، يعني دفع على ضعفه فلوس تانية تمام. غير كده بقى اللي وقفني كمان ما اشتريش اللي هو التاني، عشان هو لو كان عاجبني قوي كنت يعني كنت حوشته واشتريته. هنيجي بقى على نقطه ان هي كان مرسوم قوي، مرسوم زي الكروسيه، وانا قلت لكم في فكره الجيليه اللي فات ان انا مش هينفع البس كروسيه، مش هينفع البس فستان شكل الكروسيه تمام. فاشتريت حاجه مش مبينه اي حاجه، يعني هو الستايل اهو ساده و بس، يعني هو ناقصه الكم فاهمين. فانا كده كده طقمت عليه الكم، يعني ممكن البس عليه جاكيت، ممكن البس عليه بيزك يكون قماشته واقفه كده يبقى شكله عسول، ممكن البس تحتيه قميص فاهمين، وانا نسقته كذا تنسيق فاهميني. فاللي هو عاجبني، بس تعليقات الناس، هي في ناس بتحب الحاجه انت محجبه انت لازم تشتري فستان للمحجبات يكون بكم والموضوع يخلص على كده. لا انا بحب اشتري حاجه عجباني وانا هعرف البسها انسقها، ما يعني انا ما بجريش ورا اي حاجه موضه على فكره، يعني انا في الاخر بشتري الحاجه اللي هي دي شخصيتي، دي شخصيتي تمام. فقولوا لي رايكم في التعليقات عن رايكم في الفستان ده، هو عاجبني قوي وكنت متحمسه ليه جدا، بس كميه ناس اتكلمت عليه ناس رهيبه. بس وانا اصلا شاريه عشان الاربطه اللي ورا دي، يعني انا بحب اصلا فكره اي حاجه برباط فاهمني. وهو طويل مش قصير خالص الفستان ده، انا اصلا متحمسه ليه قوي ومتحمسه ان انا الاقي خروجه بقى حلوه كده البسه فيها. في ناس قالت انت شكل الفلاحه وانت لابساه، اما مالهم الفلاحين اصلا يعني. وبعدين انا اصلا جايباه علشان احس ان انا واحده كده، يعني ده تغيير، يعني مش زي رسمي همشي بيه كل يوم في الشارع، بس هو ده لازم نبقى عندنا حاجات مختلفه، حاجات تغيير. فانا اعتقد ان الناس اللي هاجمتني، وفي ناس بدات تتطاول بالكلام، يعني بتقول كلام قليل الادب، دول اصلا ناس رتم واحد. وفي الاخر خالص انا بضحك لما الاقي واحده مثلا دخلت، هي دخلت تشتم على طول بقى، يعني اللي هي بدات تشتم، فانا عندي حب استطلاع، انت لابسه ايه هتعلم منك مثلا. الاقيها عامله طرحه اللي هي اسبانيش اللي هي ثلاث الوان على بعض وكده، وعامله كحكه لفوق اللي هي واحده اصلا من السبعينات وجايه تتكلم. فانت ليه انت هو انت بتعملي ايه بجد؟ يعني هو انت مثلا ما عجبكيش المحتوى بتاعي، اقفلي الفيديو اقفليه. انا ما ساعات ما هو انا كل الناس اللي بتفرج عليهم بيعجبوني؟ لا، احنا لينا اذواق، كل واحد بيختار اللي شبهه. فيا ريت اللي هيتابعني يبقى من شبهي علشان ما ياذنيش، علشان انا مش ذنب اهلي يشوفوا الغلط، يعني مش ذنب اهلي يقعدوا يشوفوا التهزيء. هو اصلا اهلي عاجبهم اللبس في الاخر عشان هم شبهي برضو فاهميني. فيعني مش عارفه اقول ايه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبك، ولو عجبك مشترياتي وعجبك محتوايا ما تنسيش اللايك والاشتراك، وتابعني الفيديوهات الجايه عشان في اوردر تاني جاي في الطريق. ويلا باي باي.